الأزمة اللي احنا فيها النهاردة وبكرة والشهر الجاي واللي بعده، لأنه الموضوع مش خلصان دلوقتي نهائي. وهتكلم على 1.5 مليون فدان، هنعمل فيهم ايه؟ نزرعهم ايه؟ نشتغلهم ازاي؟ الافكار كلها كل واحد يقول لي. هتكلم على الزراعة، الخبراء بتوعنا في الزراعة يقولوا لنا الزراعات اللي هي تتحمل ندرة المية، مش عايز اقول كلمة صعبة جفاف، ولكن اتكلم على ندرة المياه. نستبدل الزراعات اللي بتاخد مية كثيفة جدا او مية كتيرة جدا، ارشد ازاي؟ هل انا محتاج ازرع القصب ده كله، كميات القصب ديت مثلا؟ يعني محتاج ازرع كل كميات الرز. وعلى فكرة واقول لكم معلومة جايز تعرفوها او جايز ما تعرفوهاش، لكن اقولها لكم. السنة اللي فاتت مساحات الرز في مصر اللي كان محدد انها تتزرع 1,200,000 فدان، 1,200,000 فدان، وانا بقول لكم الرز ده رقم واحد في استهلاك المياه. ما بقولش ما زرعش رز، لا ما بقولش كده، لان احنا اكلنا الاساسي اكتر من الصين واكتر من اليابان. احنا اكلنا الرز، احنا عايشين على الرز، اتولدنا ناكل رز، ما فيش رز ما يبقاش لا اتغديت ولا، وناكل ايه؟ ناكل في الغداء وناكل في العشاء الاثنين، ودي حاجة لطيفة مش وحشة، بيتخن بس مش مهم، مش لازم، مش مهم يعني. بغض النظر عن الحكاية دي، فزي ما بقول لحضراتكم 1,200,000 فدان هي المقررة مساحات لزراعة الأرز. طيب زرعنا الكمية دي ولا أكتر؟ طلعت طيارات، طيارات فيعني طيارة بتصور، يعني بتقول إيه؟ مساحات حقيقية، مش حد راح خد قاس، خد المتر كده وقاس، او خد مش عارف ايه وقعد يقيس، لا ده الطياره طلعت وصورت كل مساحات الرز في مصر اللي مزروعه رز. لقينا كام يا مصريين عشان نعرف المشكله؟ 2,100,000 فدان، يبقى احنا زرعنا اكتر مطلوب الضعف تقريبا. واجي في الاخر اقول ايوه الميه مش موجوده. طب يا سيدي ما احنا قلنا لك احنا عايزين مساحات محددة السنة دي مش اكتر منها، عشان احنا عارفين عندنا في مشاكل، وعشان كمان ما يبقى زميلك وقريبك وما تجيش تشتكي وتقول الارض بارت مني، الحق ده ما فيش عندي مية. ما هي المية عندك وانت اللي خدت مية بلا اي داعي زي ما انا بقول يعني. وعشان كده بطرح السؤال، هل ده سؤال مش سؤال وانتوا اللي تقولوا عليه، هل افضل لي كمصر اقلل مساحات الرز واستورد تاني، اقلل عشان اوفر واستورد رز ارخص، رز الفلبيني ارخص من رز المصري مثلا؟ يعني انا بدي مثال صغير قوي. طب القصب، هو انا محتاج مساحات القصب دي؟ والناس تقول لي بقى والسكر، ما تقلقش مفيش ولا جرام واحد سكر هينقص ولا حد يقدر. والنهارده كنت مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين، وعاملين حلقه مهمه جدا هتذاع بكره، هبقول لكم عليها، واتكلمنا في كل الموضوعات دي، الرز والسكر والزيت والسمنه والاسعار وكل حاجه. يعني بعد شويه هبقول لكم عن حلقه الغد، حلقه مهمه للغايه. مفيش ولا جرام. انا مثلا انا شخصيا تقريبا من اكتر الناس اللي في كوبايه شاي زي ديت باخد 7-8 معالق سكر. انا بقول لكم اهو شخصيا، انا يمكن ملل انك تاخد سكر، انا بحب السكر. عيل مثلا ما نلاقيش سكر، هنلاقي، ما تقلقش موضوع السكر. طب نعمل ايه البديل؟ هل البنجر السكر مناسب لينا؟ عندنا تجارب وبنستفيد بيها عندنا. يوفر، ايوه يوفر في الميه، بياخد ميه اقل كتير جدا من القصب. طب ده ممكن يبقى بديل؟ انا مش خبير زراعه ومش خبير ري نهائي، ولكن سالت الخبراء وهيبقوا معانا النهارده يكلمونا في الري ويكلمونا في الزراعه. الري ايه المشاكل اللي موجوده، والزراعه ايه اللي ممكن نشتغل موضوع الزراعه؟ ممكن نستغل مثلا 1.5 مليون فدان اللي الرئيس بدا طرحهم، بدانا نشتغل عليهم، والباكوره بتاعتهم في 10,000 فدان في الواحات الفرافره،
زراعه قمح، زراعه شعير، ممكن نزرع فيهم مثلا منتجات تتحقق. نزرع البنجر ممكن جدا، ازرع مش عارف ايه هناك، ازرع كل انواع زراعات تتحمل الاراضي اللي هناك تتحمل، وهناك ايه مش ميه نيل، لا مياه جوفيه. طب المياه الجوفيه اللي عندنا هتكفي وتساعدنا كم سنه؟ 40 80 100 سنه 200 سنه ولا ايه؟ الناس خبر بعد شويه يقولوا لنا المياه اللي عندنا كافيه ولا مش كافيه. اكيد لما انت بتعمل المساحات الكبيره ديت اللي منتشره هتبقى موجوده في عده محافظات، مؤكد انت قبل ما تختار الاماكن عملت جس للتربه وعملت جس تشوف هنا الابار ديت الميه قد ايه؟ كفينا كام سنه؟ هنبقى نتكلم في هذا الامر، ده مهم جدا كمان، لانه ممكن بعض يقول لك ايه؟ وادي المشروع باظ. لا المشروع ما باظش، المشروع ملوش علاقه باللي انا بتكلم فيه. المشروع قائم وشغال وبسم الله ما شاء الله وزي الفل، احنا بنتكلم هنا على بدائل. طب ايه تاني ممكن يتعمل؟ ايه تاني ممكن يتعمل؟